هدي ابو شغلوب الله يرضى عليك، هدي يا امي هدي. امرك زعيم؟ ان شاء الله هيك، ان شاء الله بسيطه. يا الله يا الله. بسم الله. اوه بسم الله العزيز. هتصل يا زقزوق. قرب يا امي. ها على هي شغلتها؟ مشان هيك تاخرها؟ زقزوق ضب لسانك. حاضر معلم. حسبي الله ونعم الوكيل. عافا يا ابو شلهوب، ما على قلبك شر، الحمد لله على سلامتك. بس الخرازير الفرنساوية حسابهم عندي. أنا في داك زعيم وفي دا الحارة كلياتا، بس المهم هلأ إنه أبو جعفر باعت مرسال لأبو طوني، وأبو طوني تذكرها لأنها كانت علامة على وحدة من المغرب اللي كانوا يأكلوا فيها. ليش ما بعت ليها أبو طوني؟ لأنه أبو طوني وجماعته من فترة ما عادوا شافوها. أنا تعبت من الشغلة كلها، صار لازم استشير كبير السبع حارات. كبير السبع حارات؟ ايه بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شو بك لك يا ابني شو بك؟ ايه تفركشت تيتي. شو امتى اجيتي؟ من شوي. ايه يلا ماشي. بدك شي؟ وين رايح؟ طالع على الحارة تيتي. لك يا أمي بدك تقضي طول عمرك بالزعاية؟ شو بدي أعمل لك؟ لك يا حبيبي روح دور لك على شي شغلة اشتغلها ودب لك قرشين مشان جوزها. عيش يا كديش لينبت الحشيش، دوبه أبي يتجوز وكل ما قال له جوزني بيلي بس لا تتخرج من الكتاب. يا أمي أبوك من طيب وعم يتجوز كل مرة على الوحدة وعلى الثانية، بس ما عم يلاقي وحدة تفهمه، بس أنت لساعتك بأول عمرك، روح اشتغل لم لك قرشين مشان جوزها. ليش تيتي بدها تتجوزني إلي ولا بدها تتجوز القرشين؟ ولك يا أمي هيك عم يطلبوا البنات. إيه بعرف تيتي، وإذا سألتيها شلون بدك إياه للعريس بتقلك والله بدي إياه طويل وعيونه زرق وأبيض وشعراته شقر وأبضاي بالحارة، وبالآخير بتاخد ابن عمي اللي بيشبه بسطة تماري الكعك بخاطرك. شو ها؟ تماري كعك؟ ولي على قامتك شو مجنون؟ عليه وسهلين. سعدو يا سعدو. امرني صديق قلبي عمي ابو حدو امرني. دخلك ابو رياح ليش بارن بوز هيك؟ والله ما بعرف يا معلمي ابو حدو، من اول ما قعد هيك شكله مزعوج ابصر ليش. طيب ما سألته ليش؟ لا والله ما سألته. شي روح اسأله ليش ورجع خبرني. حلو هيك روح اسأله. غير روح شو فيها قل له ليش بارين بوز. ايه طيب تأمر صديق قلبي بتأمر. عمي ابو رياح، عمي ابو رياح، عمي ابو رياح. شباب ليش عم تعيط؟ لي ساعة ما نطيلك ما عاد تسمعني. بوين شاري؟ سرعتني. شو هاد زلمه مزعوج شوي لحالي؟ خير خير عمي ابو رياح، شو اللي زعجك؟ احكي لي، اعتبرني مثل ابنك الصغير انا. اذا حكيت لك ما بتقول لحدا؟ اعوذ بالله، سرك كبير كبير. حليف لشوف. وحياة الغوالي. طلقت مرتي؟ لا 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 حول ولا قوه الا بالله. يلا الله 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 بيفرجها، الله بيفرجها. رح اسوي لك كاسه شاي تروق لي بدنك، ولا يهمك عمي ابو رياح. اوامك. يلا بخاطرك. سعدو. ايه عمي ابو حدو. تعال هون. بس لساوي كاسه شاي. تعال هون. مرني دغلك شو طلعت قصته؟ لمين؟ يعني لمين؟ عمي ابو رياح؟ ايه لا ما 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 في شيء. قال لي ما في شيء. لك شلون ما في شيء؟ قال مشكلة صغيرة. لك شو قال لك سعدو؟ ايه قال مضيع حمارته. ايوه ايه والله الله يعينه.
والله هي مشكلة هاي القصة. شو شغله كله عليها؟ ايه والله الله يعينه. يلا روح انت انصرف، اعمل لي نارة. روح. ايه بتأمر، بتأمر صديق قلبي. السلام عليكم ابو رياح. السلام عليكم ابو رياح. سلام ورحمة الله. معلش يكبرها بتكبر، صغرها بتصغر. شلون؟ مثل ما عم اقول لك، منيح اللي خلصت منها، اساسا هي وسخه والاولاد كلها عم ينطوا عليها، انا اخذها دورها من افضارك. شو هالحكي؟ مثل ما عم اقول لك. لك عن مين عم تحكي؟ عن حمارتك الضايعه. حمارتي مربوطه بالحاره الثانيه. شو؟ الله يعطيك العافيه يا سعدو. اخي هاي بوسه من شواربك، وبوسه الثانيه حط ليها على شوارب حمارك. يامو 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 يامو، سعدية وافقت تتزوجني. والله؟ مالك انا بتسمع فتحية وطي صوتي. المهم انه خلصنا من هذا اللي اسمه محمود، ما وافقت تتزوجنا. خير ان شاء الله. شو في لك الهزلغي؟ شو زلمة يامو؟ الزعيم قرر انه يعني يساويني عقيد. ايوه، عشان هيك امي زلغت فرحيت. ان شاء الله الف مبروك. الله بارك فيكي. ليش ما قلت لها؟ اولا على الاخيرا بدك تقول لها. يا عمو مو هلا، خايفه تعمل لي شيء فنطي. بس انا كثير فرحان كثير. سبحان الذي خلقك. يا الله عليك يا خيرية، معقولة تبعتيني بنص الليل لهون مشان ندور على الجرة؟ لكن احنا شو دخلنا بالجرة؟ اي والله والله الغوطة بتخوف بهالوقت. ما بدي بدي ارجع، بدي ارجع. لك شو ترجع ما ترجع؟ وبركة مرتك خيرية عم تختبر شجاعتك. اي ليش لا؟ بس شجاعة شو؟ لكن والله كتير الغوطة بتخوف بالنهار، شلون بالليل؟ ولي على قلبي ما يطلع لي شي فرنساوي، علي الحلال يسويني نقاني. ما بدأ شيء بمستو، كمل كمل لك كمل. هل أنت متزوجة نانو؟ نو يا فرنسوا، وأنت؟ أنا لست متزوجا، لكنني أريد الزواج في القريب العاجل. برافو فرنسوا، ولكن كن حذرا في اختيارك. ماذا تقصد يا نانو؟ يا حبيبي، قرأت دراسة فرنسية تقول أن النساء ذوات العيون الزركاوات يكونون خائنات. أما ذوات العيون العسليات أقل خيانة. أما النساء ذوات العيون السوداء فهن مخلصات وفيات. إذن فإنني سوف أختارها ذات عيون سوداء لأضمن أنها لن تخونني أبدا يا نانو. يا سيدي، أول ما وصلنا وفات الزعيم قام أبو فهد صدمنا. بشو صدمكم؟ طلب من الزعيم. ما حدا بتجرأ يطلبه. ولك فهمت شو طلب يعني؟ قال له للزعيم الحارة بدون عقيد، وخاصة بعد ما وطوله باب داره. وطلب من الزعيم إنه يعينوا عقيد جديد للحارة، لأنه الحارة بدون عقيد قلت قيمتها. هيك طلب؟ الله وكيلك يا سيدي يا أبو نوزات، سمعتوا بأدني هدول اللي رح ياكلون الدود. طيب ما قالوا اسم معين للعقيدية؟ أبدا يا سيدي، لأنه الزعيم قال خلونا شي 10 أيام بركضا لقينا الجرة. بس شو؟ يا سيدي على ما يبدو أبو فهد حاط عينه على العقيدية، لأنه كل شي صار للعقيد من تحت راسه. يعني قصدك هو اللي سرق الجرة؟ يا سيدي ما بعرف، بس يعني هو اللي وطاله باب داره وهلا عم يطالب بتغييره. أنا حبيتك يا ديبو من صمصومة قلبي، وصار لازم أنا وأنت نتعاون مع بعضنا على طول. لك إلى عيونك، لك أنا خرطوش فرد الحكومة. ما زالك خرطوش فرد الحكومة. هات أشوف، احكي لي شو بتعرف عن الجرة الضايعة؟ لا إيه؟
ابو مستو شو رجعك بكير؟ لا تاكلي همرتي هلا برجع. اي طالما بدك ترجع ليش اجيت؟ يي علينا يعني هلا بدل ما تفرحي بشوفتي هيك مزعوجه مني. اه لا لا فرحانه فرحانه تقبرني شو بدك؟ جاي شوف لون عيوني. ايوه ليك شو بنا خيريه ورجيني لون عيوني. هلا كل هالعمر ما بتعرف لون عيوني؟ يا ربي يا ربي شو خسرانه انت؟ خلص ورجيني لون عيونك وهلا بمشي. ماشي يشوفك الدكش شوف. سودا 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 ميلو غير يعني بيع سودا. ليالي الأنس في فيينا نغم في الجو أليز زي عياتي. كم يوم صار لك قاعد هون عم تسهر لحالك؟ قوم صار معي جوا بالغرفة. لا فوتي انت نامي اذا بدك انا مو جعبالي. لك انا ما بدي نام بس انت حابب تسهر لحالك. بعدين يا ابو حدو شو هاد عم تشربه؟ الله يوفقك حاجة بقى كل ما تشربه بصير تخربط بالكلام. اوه علينا هلا بدك تنزعي لي مزاجي يعني اطلع اسهر برا يعني خاطرك ها؟ دبي يا ابن الفرنساوية منتشرين بالحارة وين ما عم شوف حمار مربوط عم بفكوه ياخدوه. منيح لي ما اخدوك والله. شبكي فريال؟ آه ما في شي. شو ما في شي؟ لا في شي. لا تشغل بالك حبيبي حط راسك ونام. لا بدي اشغل بالي قليلي شو في. يا ربي شو بدي احكي خلص حبيبي نام. لا ما حنام لا اعرف شو في احكي وإلا ها. ابن عمي يعني اذا بدي احكي بدك توعدني انك ما تتصرف اي تصرف يزعج نوال وسعادها. لك شغلتيني بالي احكي بقى. يعني شو بدي احكي؟ اي والله ما صدقت ايمت تصالحت انا واخواتك ورجعنا حبايب وانا بحبهم كتير بس شو؟ اليوم بعد ما تصالحت انا واخواتك حبيت افتح صفحة جديدة معهم وبعد ما نظفنا الدار قلت لهم انا براسي بدي فوت ونظف لكم غرفتكم وبس فتت لنظف الغرفة. ايه كملي. بصراحة شفت لك شوفة ابدا ما عجبتني. لك شو شفتي خلصيني. شفت الجرة المسروقة عندهم بالغرفة مخبيينة بسفل الخزانة. لك شو عم تقولي؟ بس انت وعدتني انه ما تعصب وما تحكي معهم شي. وشو جاب الجرة المسروقة لعندهم؟ الله العليم كاينين عن مرت العقيد ولعبانة عينهم على الجرة سارقينا واخدين منا الذهبات ومخبيينا بالخزانة للجرة. لك شو عم تحكي انتي؟ شو عم تحكي؟ ابن عمي ما تعصب بس اذا بدك انا بكرة من بعد الظهر باخدهم بزيارة وانت بتفوت بتشوف الجرة بعيونك من شان لا سمح الله ما يقولوا اني انا عم حرضك عليهم. لك شو هالمصيبة هاي؟ لك معقولة؟ اهدى حبيبي واسمع مني هالكلمتين. اخيرا ممدوح. اهلين مساء الخيرات اهلا وسهلا. لك السلام عليك سليم. يا عيني عليك لك النارات شاعلين في احلى منك. السلام عليكم ممدوح. اهلين ابو حدو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دخلك عندك شي بريشة؟ شو بريشة؟ ابريق شاي ونار شاعله وحارس ليلي شو بدك احسن من هيك؟ طيب شو رايك اني رح شربك شربه بدك تدعي لي عليها؟ يا لطيف اي والله لخلي اهل الحاره كلها تدعي لك. اوكي ركز بريق شاي ها؟ اها وهي بريق الشاي. هلا بتشوف هالشربه مثل السحر يا زلمه. لك اسمع مني هلا شوف هالخسكار هذا رح شربك اياه هلا رجع راسك لورا. اه لقان رجع راسك لا تسرق سر المصلحه. لا تخاف هلا بس عم تفرج. سك لي هالسيجاره. مع الله. يا سلام معلوم شو هالريحه شاعله لك. يا عيني يا اخوها شعلك شعلنو
شو عليك؟ هات لجربها. يا مو طولي بالك شوي على ابي. شو طولي بالك؟ ابوك كثير متغير هاليومين. شلون يعني متغير يا مو؟ صاير بالليل بيحب يقعد لحاله، وفي شيء عم يصير ما عم اعرفه، وفي شيء عم يتزهرمه، بس يتزهرمه بصير مثل المسطول. غريبة. يعني بس مع ذلك طولي بالك عليه. ايه حاجة تقلي طولي بالك عليه يا دب. هلا انا دب؟ لا تزعل حبيبي حده، بس انت غصتني كثير. يعني هو انا ماني مزعوز يا مو. ايه بس والله صاير عم حس حالي حديقة حيوانات متنقلة. ايه حده، ليش هيك عم تحكي عن حالك؟ يعني يا مو انا واثق لما كنت صغير كنت تقولوا عني مثل الصوص، ولما كبرت شوي صرت تقولوا ما شاء الله عم بياكل مثل النمر، ولما تزوجت حسنية كانت تقلي اوعي يضحك عليك عبده بالقهوة وتدفع عنه وتطلع خاروف، وبعد الزواج كل ما شافني من رفقاتي بالحارة بيقول لي بعد الزواج صاير مثل الفيل، وهي انت عم تقولي لي مثل الدب. شو كل حيوانات العالم اجتمعت فيني؟ لك ذكرت لك شغله لك يا ممدوح. اليوم ابو الصيف قاعد مع الطرطور، قال له بتشهد معي انه الزعيم اخذ مني 5 ذهبات؟ قام نط دغري الطرطور قال له لحد هلا ما رجع لك اياه. الزعيم بده ياخذ من هاد 5 ذهبات؟ ايه بياخذ. شو يعني بتبين ابو الصيف هذا؟ شو عم تحكي انت؟ الزعيم بطم طم بالذهب. لك حاجه يا زلمه، هلكتونا بالزعيم، لسه الزعيم راح والزعيم اجا والزعيم والزعيم. لقي انا لو بدي صير زعيم من يوم يومي بصير زعيم، بس شو هالزعامه يعني؟ دخيلك لك غبره وعتره، لك حد اللي غبره وعتره ولا تواجد. شو هي الغبره والعتره يا ابو حدو؟ الزعيم. ايه الزعيم؟ شو مسهرك لهلا بالزقايق؟ اه روح لعند عيالك، روح عيالك بدهم اياك، روح نام، روح روح. انت ممدوح انا شو بدي لي اخذ وعطها مع العالم بانصاف الليالي؟ انا زعيم او خلاص كوت حكي، ما بدي بتفتح عيونك 10 على 10. انت مسؤول عن الحاره من بابها لمحرابها. على عيني وراسي زعيم، على عيني. صباح الخير. مساء الخير. الله معك زعيم، موفق، الله يحميك يا زعيم. يلا عاد. ايه طول بالك عمي ابو الصيف. شيش بيش. لا دوباره. ايه دوباره، دخيل دوبارتك انا العاد. هاي جارسي والله لعلمك اللعبه والله. لك يلا العاب خلصني. لك طول بالك علي لهزه. هزه شو عم بلعب مع رقاصه؟ درجي العاب. خلصنا حدك زلمي. امبارح الشباب حكوا بيصطح مع الزعيم. ها ياي وشو قالوا؟ الزعيم الوحيد اللي قادر يحل لك قصتك، ولازم تروح لعنده باسرع وقت. هيك قلتها؟ لك طبعا، مو حلوه يعرف بالقصه ويطلبك هو. وامتى برايك لازم روح لعنده؟ باسرع وقت. لك شبك يخرب بيتك من قامتك بتكب الزهر مثل ملهوشي. وينه؟ لك وينه؟ لك تعا كمل الدق يخرب بيتك. يا ريتني ما حكيت لك القصة. خالص كل كل شيء وشراب كل شيء، ما بيفيدك شيء ما بينفعك. صابي حماسي يا سعدو. ايه عليو كاسه الشاي. لك يا ارض اشتدي احفظي ما عليك. توبري قلبي توبري قلبي، لا تواخذيني. يا مو الك تبريني الها. يا حبيبة قلبي يا حبيبة قلبي، لا تواخذيني يا حبيبتي. انا وعدتك اني اجي بس اخرت شوي. مو مشكلة مرت عمي، المهم انك اجيتي بنفس اليوم. يا توبري قلبي تسلم لي الضحكة، ورجيني ضحكتك. لك يسلم لي، لك يسلم لي صف اسنان اللولو. توبريني ما احلاك. يا هاتي امي هاتي، الله يرضى عليك يا رب. ايه ها يسلموا هالايدين. شو ريحة القهوة الحلوة. اخ صحتين. وهي قصتي يا سعيد. طول بالك يا ابني طول بالك، قصتك وصلتني، بس كمان منيح اني سمعتها منك هلا، وبعدك ان شاء الله بصير خير. اذا ابوك طلعنا من الحاره من هون اكيد رح نعرفه. غب لك كم يوم وانا ببعث وراك. وهلا بدي اعتذر منك. ليش بدك تعتذر مني زعيم؟ عندي مشوار لعند كبير السبحارات. رح معك احكي له قصتي. شو ما عندي غير شغلتك انا، الله يرضى عليك. قلت لك بعدين، غب لك كم يوم وانا ببعت وراك. يعني في حدا غيري مضيع ابوه؟ يا ولدي
حنا لزوم نسوي عرس ما صار بالديرة كلها. الله يديمك يا ابوي، الله يديمك فوق روسنا. لزوم يبه نعزم العربان كلها والتعاليل تبدأ من اليوم إن شاء الله. من اليوم؟ اي يا ابوي العرس بعد يومين. يبه هذه فرحة، فرحة كبيرة، انت ولدي البكر ولزوم افرح بيك. انا من اليوم ان شاء الله اعزم العربان كلها واقيم التعاليل بعد. زين؟ ابو سطام يا حي الله، يا حي الله ابو سيف مزعل، يا حي الله. حي الله بيك، وش صاير؟ اسمع صوت زغاريد. ما في غيرك الخير، تفضل. يبا اربط حصان الشيخ. ابشر يبا ابشر. وعلفه. تفضل يا شيخ تفضل. ابو سطام هاي هي قصة الجرة، مع كل شيء عملناه وصلنا لهون لقيت حابس حاله بالبيت ومرضيان يطلع، والناس بلشت تضوج وبدها تغيره، مع انه ما له ذنب اللي حصل. مشان هيك انا جيت لعندك لحتى استشيرك، لاني تعبت من كل الشغلة. الزلم ما لازم تتعب يا زعيم، كنت عم تشتغل صح وكنت لازم تكمل. بينك وبين الجرة مسافة قصيرة، ومازال مأمن إنه العقيد ما خان الأمانة. طمن، العقيد ما رح يترك العقيدية، لأنه الله سبحانه وتعالى ما بيظلم حدا. لا إله إلا الله. وإن شاء الله قبل 10 أيام بتلاقيها. القصة وصلتني واعتبرها خلصت، انساها أنت. فارو دير بالك على حارتك، والله معك. الله دي مفهور أسنى يا كبير. شو القصة بطوني؟ والله بالي مشغول على قصة السلاح. شلون يعني؟ الزعيم تأخر علينا بإمداد السلاح، وخايف بقصة الجرة المفقودة تكون أثرت علينا، وأنا ما بدي زيد عليه. والشباب زادت وسلاح ما في، وخايف يجد الجد وتصير العركة الكبيرة وسلاح ما في بإيدنا. شو الحل أبطوني؟ ما في غير حل واحد، نشوف البداوة اللي حوالينا بركدهم بيساعدونا وبيمدونا. والله البدو أهل كرم وجود، ما بظن ما بيمدونا بسلاح ومال. وهاد أملي كمان، مشان هيك بكرة بتجهز حالك نروح نشوف الشيخ مزعيل لنشوف شو بيقدر يساعدنا. طيب أبطوني، كبير السبع حارات ما فينو يساعدنا؟ كبير السبع حارات وموكل زعيمنا تسليم السلاح للشباب، وكل مجموعة بيمدها زعيم، ومجموعتنا بيمدها زعيم حارة السبع. الله يفرج عنا وعنه. آمين. السلام عليكم. عليكم السلام. واصلي، تفضل. طلبتني أمور يا كبير. بدي اياك تطلع الغوطة الغربية وتشوف أبو طوني، وبتقله الجرة اللي سألوك عنا حارة السبع، بدي أعرف وين راحت، واليوم بدي خبرها. صار يا كبير، وإن شاء الله ما برجع غير لجيب لك خبرها. اتكل على الله، ولا تنسى تشوف لي شو ناقصهم الشباب هنيك، وقل لهم الزعيم معكم، لا تاكلوا هم شي. ميت أهلين وسهلين بالغوالي. والله الأهل تقبريني، يخلي لي أحلى فوزية وأحلى فوزية يخلي لي. فوزية، أنا حكيت لبنات حماية أنك عازمتيهم على شراب الورد. شو عليه، ميت أهلة وسهلة فيكن والله. دخيل عيونك يا فوزية، ما أحلاكي. اصلا انا كنت طمعانه اني اجي اشرب عندك فنجان قهوه مشان تبصري لي بالفنجان. إيه؟ وانا كمان، وانا كمان، ايه كمان انا منبصر، ليش لا؟ هلا اشرب شراب الورد بعدين منبصر وبنقعد وبنحكي على كيفنا. يخرب بيتك يا نوال ويا سعاد، لك بدكم توطوا راسي قدام زلم الحاره؟
وأنا يلي عم بطمح صير عقيدة عليهم. لك شو أعمل فيكن؟ آه شو أعمل فيكن؟ لك الله يستر ما حدا يعرف بالقصة، بس بري عليك يا فريال، والله إنك ذكية وأصيلة. أنا بفرجيك يا سعاد ويا نوال. لك شو عم تقولي انتي؟ متأكدة من هالحكي؟ لك قبل بشوي سمعت من وداد انه سعدية وافقت على ابو عبده. لك الله لا يوفقك يا ابو حدو. ابو حدو؟ ليش شو دخله ابو حدو؟ لك مشان الله عم رمزي تركيني بحالي. ولا يبليك محمى عم تقلقني؟ لك ايه انا عم قلعك عم قلعك. يا العين تطرقع. قال لا بقى يا شلابي، على ايش بدها تاخدها؟ لك لا بقى للشوحة مرجوحة وابو بريس بقى. العين تسفقك وها تطرقع. الله يسامحك يا سعدي، اخدتي قلبي، اخدتي عقلي، اخدتي روحي، واخر شيء اخدتي ابو عبده. وينو هذا ابو حدو؟ والله عجبتني هالشربة تبعه. طول بالك ابن عمي، كبرها بتكبر صغرها بتصغر، وعدم المؤاخذة بيضلوا اخواتك. اسمعي فريال، أمور يا أحلى رجال، هي القصة ما بدي حدا يعرف فيها بنوب. يوه معقول أحكيها لحدا؟ وبالنسبة لهدول الحرامية إخواتي، إيه أنا بعرف شغلي معهم. يعني شو بدك تعمل ابن عمي؟ معقول تقلعهم بنصاص الليالي لعند أخوك أبو عبده؟ سعاد؟ نوال؟ شو في أخي؟ أخي شو في؟ شو بك شو في؟ ولي سعاد؟ وانتي ولي نوال؟ هلأ بتضبوا غراضكم وما بعرف نشوفوا شلون بنوبها. لك خيرك أمي شو بك؟ أمي خليهم يضبوا غراضهم ويروحوا ينقبروا ويسكنوا بيت أبو عبده. ليش لك أخي؟ نحن شو عملنا لك؟ خلصي ولي خلصي، ما بدي اسمع منك ولا كلمة. ها لك قلي شو بك شو في شو عملوا؟ امي من شان الله خلص ما بدي اسمع ولا كلمة، لا تجنيني. خلص اختي فوتي نضب اغراضنا، اصلا هالعيشة بهالبيت ما بقى تنطاق وما بقى تنطاق هالعيشة، فوتي. لك شو بك لك امي شو بك؟ خير يا ابي ناس وقتهم طلع. شو جابك انت بلا؟ رايح فروني لغرفتك سرعة. امرك برافو عليك يا فوزية، ايه والله طلعتي مانك قليلة. ليش هيك عملت ابن عمي؟ هدول بيضلوا اخواتك وما لازم تعمل هيك. سدي حلقك وفوتي انقبري لجوا انتي. حاضر. العمى شو انه عينه ضيقه هالابو عبده؟ ترك كل بنات الدنيا وداقت عينه على البنت يلي قررت اخطبها؟ ما بيكون اسمي محمود اذا ما بتصير سعديه الي بسيطه. محمود محمود شو بو هاد؟ لو خبرها الحارة احسن شيء. بلا ام ممدوح، خطرا مبارح كانت القصة وكان شافني زعيم له لستر الله، بس مرقت على خير، خليني اليوم بعيد عن الحارة. بس شلون بدي اطلع باب الحارة مسكر؟ ايوه رح الهي ابو ممدوح بشي حركة خليه بعيد عن الباب وبفتحه وبطلع، بس خليني اخذ معي شي بريق شاي مشان تحلى القعدة. ده؟ وين رايح؟ بعدين شو هذا اللي بطنك؟ هي تقالوا لي رايح شوف ديبو بلكي بيعالج لي اياها.
تعالوا لي كمان عم تكذب يا ابو حده. افتح الباب يا كلب. تعال اعمل الشايات انت وانا راح شربك شربه ما بتنساها بنوب. ايه انا اللي راح شربك شربه تعجبك على المظبوط. اكيد بيكون تكفل بجوازته. ايه جواز قبرصي ان شاء الله، حدا بيعمل عملته؟ اول رجال بحياتك ولا لا؟ ما بقلبكم كلكم تسالوا نفس السؤال. طيب ليش ما بتشغلني عندك بياع سمك؟ ليش انت عندك خبره بالبيت؟ جاي الايام وها هاي سوالفي اذا ما بيرجع لعندي. طلع هو اللي اخذ الجره على خيمته ووعدنا اليوم يجيبها ويسلمها لأبطوني. اطمني من هالناحية، نحن بالعيلة ما بنموت قبل 100 سنة. شو هاد؟ ايه وأبي زلمة فهمان ومو حي الله، وأنا وأبي بنعرف بكل شيء وبنفهم بكل شيء. ولك أنا كبيرة، كبيرة أنا؟ هلا بدي أسألك، ليش عم توطي راسك باحترام لهالزلمة؟ لك هذا يوم من الأيام أنقذ حياتي. آه، شلون؟